معلش يا منال، خلاص بقى مش نهاية العالم، ان شاء الله السنة الجاية تعوضيها وتنجحي بتفوق. دلوقتي ماما تيجي تديني كلمتين وورا منها حسام يجي يعمل عليا كبير وتبقى العجلانة من كل ناحية بقى. هو حسام نتيجته ظهرت؟ اكيد، وطبعا لو نجح تبقى فرصته عشان ترسم عليا على الاخر. يا رب يسقط. ليه كده بس؟ حرام عليكي، حد برضو يتمنى لاخوه السقوط؟ ربنا ينجحه يا رب ويعوضك خير عن السنه اللي سقطتيها ان شاء الله. وبعدين انا واحده اخوها مات قبل الامتحانات بشهر ولا شهر ونص، يعني معذوره يا ناس. الله يرحمه ويحسن اليه، كان نفسه قوي تنجحي السنه دي. ايه ده؟ في ايه؟ مالك يا منال؟ في ايه يا حبيبتي؟ في حد زعلها؟ ده انا كنت قاطع خبر اللي زعلها. والله ما حد زعلها يا ماما، هو حد برضه يقدر يزعل منال؟ في ايه يا ضنايا مالك؟ رد عليا. في ايه؟ طب ما ترد عليا، انت مش شايفاني عماله هاتي والبنت مفطوره من العياط. اصل يعني النتيجه مش حلوه يا ماما. يعني ايه؟ سقطتي؟ ولا يهمك، ان شاء الله بدل السنه 10 سنين. ولا انكيش تعملي في نفسك كده يا منال. تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي يا روح. قولوا لي ده ما ينزلش على وشك كده. اذا فاتت السنه دي ما قدرتيش، السنه الجايه تقدري. ان شاء الله اجيب لك 20 مدرس، ان شاء الله ياخد مني في الحصه 1000 جنيه هجيبهولك. تعالي يا روحي، تعالي تعالي ريحي نفسك. يلا تعالي يا يلا، اعملي لها كوبايه ليمون. حاضر يا ماما، حاضر. هيا حسام طمني، النتيجة ظهرت؟ جيد جدا يا بلبلة، مش أي نتيجة. مبروك، ألف ألف مبروك. أنا لولا العيبة كنت زغرت. كفاية الفرحة اللي أنا شايفها في عينيكي دي. قولي لي، منال ما جاتش؟ لا جت وقاعدة جوه مع ماما. طب إيه؟ نتيجتها ظهرت؟ ظهرت. إيه دي؟ يعني إيه طلع بمواد؟ معرفش بقى، أدخل أنت أسألها. أرجوك يا نبيلة فهميني، سقطت؟ مش مشكلة، تعوضها السنة الجاية إن شاء الله. يا نهار اسود تاني! استنى بس، ربنا يخليك. أنت لو دخلت دلوقتي وقلت كده ماما هتعرف إن أنا قلت لك حاجة، عشان خاطري أنا مش عايزة مشاكل. مشاكل إيه؟ دي فيها مشاكل؟ طب تعالي معايا عشان نعرف المشاكل فين. لا لا لا، أنا هدخل أعمل لمنال ليمون، بس عشان خاطري ما تقولش حاجة أرجوك. طيب يا منال. منال، ايه نمتي حبيبتي؟ هاي حسام، نتيجتك ظهرت؟ ايوه. ممكن اعرف الست الهانم اللي جوه دي عملت ايه؟ مالناش دعوه بالست اللي انا، ما احنا فيك انت. ايه النتيجه؟ نجحت طبعا، وجيد جدا كمان. يا حبيب قلبي ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا ست الكل. ممكن بقى اعرف الست منال عملت ايه؟ مالهاش نصيب السنه دي. ايه، ما انت جاي من بره وعارف كل حاجه. شوف بقى مين اللي قال لك. مين اللي قال لي؟ ما حدش قال لي حاجه. ايه على ماما يا واد، ما انت عارف كل حاجه من بره. لا، وانا هعرف منين؟ انا رحت الجامعه وسالت على نتيجتها بنفسي. سيبك من ده كله، في موضوع كنت مأجلاه لغايه لما تبان نتيجتك، وهي بانت وزي الفل. تعالى بقى لما اقول لك عليه على رواقه جوه. خير يا امي؟ في ايه؟ لا خير يا حبيبي، تقلق من امك؟ ده كلام. تعالى يا حبيبي، تعالى يا روح قلبي، تعالى يا نور عيني، يا مشرفني، يا ناجح انت يا جميل. والله ما عندك فكره فرحتي قد ايه النهارده. تعالى يا حبيبي اقعد هنا. ربنا يخليكي ليا يا امي، البركه في دعواتك برضه. ولسه هدعي لك كمان وكمان. انا بس في سؤال محيرني، ايه هو الموضوع الضروري قوي اللي انت جراني وراكي عشان تقوليهولي؟ انت فاضل لك سنه وتخلص علامك وتقول يلا يا مستقبل، مش كده حبيبي؟ اه طبعا يا امي ان شاء الله، بس دعواتك بقى معانا يا ست الكل.
إله يكرمك ويسعدك يا رب يا حسام يا ابن بطني، والنبي يا رب من قلبي تاخد وتسر زي ما انت مرضيني وهترضيني. ايوه هو البني ادم كده، كل ما يراضي امه كل ما ربنا يراضيه. وانا ماليش الا رضاك يا ست الكل، بس افهم انت مالك يا ماما؟ في ايه؟ انت بعد ما تتخرج عاوز ايه؟ يعني ايه عاوز ايه؟ مش فاهم. اي شاب بيخلص علامه بيفكر في ايه؟ اكيد بيفكر في مستقبله. جميل، ايه هو المستقبل؟ المستقبل عبارة عن شغل، عن فلوس، وعن جواز. جواز؟ اها، بقى في شاب مش عاوز يتجوز حسام؟ لا طبعا يا امي، اكيد انا هكون عايز اتجوز، بس انا فين والجواز فين؟ ده لسه بدري قوي. ليه؟ فاضل لك سنة وتخلص، واذا كان على الجيش كل الناس قالوا ده وحيد ملوش جيش، يعني ممكن تتجوز قبل السنة الجديدة ما تهل علينا. الله، هو في ايه يا امي؟ انت شايفالي عروسة ولا ايه؟ بس انت فكر في اللي انا قلت لك عليه وانا اقول لك مين هي العروسه. الله، ده انت موضبه كل حاجه بقى. لا معلش يا امي، انا مش بفكر في الجواز دلوقتي خالص، لما بقف على رجلي واشوف مستقبلي واخلص دراستي هبقى افكر، ولما افكر انا اللي هختار عروستي بنفسي، ده بعد اذنك يعني. بعد اذني؟ هو انت خليت فيها اذن من اصله؟ يا حبيبتي يا امي، انا مش قادر افهم ايه اللي طلع الفكره دي في دماغك. دي مش فكره يا استاذ حسام، ده أمر. يعني إيه أمر؟ إيه اللي يعني إيه أمر؟ هي دي محتاجة شرح يا أخويا؟ هو في أوامر في الجواز برضو يا أمي؟ أيوة فيه، معامل حسابك لو ما نفذتش اللي بقولك عليه لا في بواكي هتدفع لكلية، والموبايل والعربية يسحبوا منك، مصروف مفيش، هتنزل تشتغل زيك زي أي عامل في قلب الورشة. وريني بقى هتنفذ اللي في مخك ده إزاي؟ إيه ده؟ انت بتهزري؟ انت اكيد بتهزري. سوريا ابو الفضل ما تعرفش هزار، وانت عارف كده كويس. اسمع، عقلك في راسك تعرف خلاصك. طب اهدي اهدي بس وفهميني، انا مش فاهم منك حاجه، انا حاسس ان انا بحلم. ما هو اسمع بقى من الاخر كده، مرات اخوك وولادها محتاجين راجل، وبالذات مرات اخوك محتاجه راجل يشكمها عشان يخليها قاعده في البيت هنا هي واولادها، فهمت؟ لا ما فهمتش اي حاجه. ايش دخل جوازي انا بنبيله وال اوعى يكون قصدك ان انا؟ ايوه قصدي، انت اللي هتتجوز نبيلة. انا مش عارف اتصرف ازاي يا بابا، انا حاسس ان الدنيا بتلعب بيا لعبه انا مش قادر افهمها. الدنيا ذنبها ايه يا ابني؟ الكلام ده لو مفيش قدامك غير الرضوخ لامر والدتك، لكن انت تقدر تقول لا؟ واقولها لا ازاي بس يا بابا؟ إذا كانت مسكاني من إيدي اللي بتوجعني، حطالي مستقبلي في كفة وجوازي من نبيلة في كفة تانية. أنا نبيلة على عيني وعلى راسي، إنسانة هايلة بس ما تصلحش ليا، أولا لفارق السن، ثانيا لأنها مرات أخويا الله يرحمه. إزاي أقدر أنام في سرير أخويا؟ إزاي أقدر أحل محله؟ إزاي؟ ده الموت عندي اهون يا بابا. لا حسام انا مش عارف اقول لك ايه يا ابني، لكن اللي لازم تعرفه ان عندك كل الحق في انك تعترض وتقول لا باعلى صوتك. استغرب له يا فكرت في كده ليه؟ عشان فلوس يعني ما تطلعش بره؟ انا ماليش دعوه يا فكرت في ده ليه ولا عشان ايه يا بابا، انا كل اللي يهمني دلوقتي تهديداتها ليا. حضرتك عارفها لما بتقول كلمه ما بترجعش فيها لو انطبقت السما على الارض. ايوه عارفها بابا. شور عليا، قول لي اعمل ايه، اتصرف ازاي، انا خلاص مخي هيتشل من التفكير. قد نفسك انت بس رجال عمها. عموما مفيش قدامنا غير اننا نصبر كام يوم، يعني انت ما تفتحهاش في الموضوع ده خالص، يمكن تراجع نفسها وتغير رأيها. تفتكر يا بابا؟ أنا بقول يمكن، هي رجعت في كلامها قبل كده كتير. بابا أنا ليا طلب عند حضرتك. أنت عارف أن أنا ليك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. بابا يا ريت ما تجيبش سيرة عن الموضوع ده لطنط ماجدة ولسلوى تحديدا. طمن، أنا كنت ناوي أعمل كده من نفسي.
خير يا حسام؟ في ايه خضتني؟ ازيك يا سلوى، عامله ايه؟ انا اسف ان انا نزلتك من بيتك بالطريقه دي، بس انا كنت محتاج لك قوي، محتاج اتكلم معاكي، وطبعا مش عارف اتكلم معاكي فوق في البيت. ليه يا حسام؟ احنا بنتكلم في البيت عادي. لا بس مواضيع الخصوصيه دي ما تنفعش. طبعا انا عارف انك انت مش هترضي انك تيجي معايا اي مكان هادي علشان نقعد نتكلم فيه، عشان كده جيت لك تحت البيت واتصلت بيك. طب بس فهمني في ايه؟ لحسن انا فعلا مخضوضه من المكالمه دي. طيب تعالي اقعدي طيب وهنتكلم. حسام انا مش هقدر اتاخر، بابا وماما في المدرسه وزمانهم جايين ولازم يجوا اكون انا مخلصه كل حاجه. ما تخافيش احنا هنقعد حبه صغيره. حاضر يا سيدي. ايه بقى الموضوع ده؟ سلوى انا محطوط في موقف وحش قوي، مش عارف اتصرف فيه ازاي. موقف ايه؟ حسام اتكلم ارجوك. ايه انا بقى؟ اصل انا حكيت لبابا وقلت له ما يحكيلكيش عشان انا اللي احكي لك، عشان اعرف رايك. رايي في ايه؟ سلوى انا في ورطه كبيره قوي حطتني فيها امي، وقدامي اختيار صعب. الله، هو لحق يقول لك؟ امال يعني هيقول لي مين؟ ايوه، عايز اجوز حسام لنبيل. الكلام ده لما يكون ابوه مش موجود يا سرية، انما انا موجود ومش هسمح لك تتحكمي فيه ولا في حياته زي ما انت عايزه. انا عشان مصلحه العيال، ولا يرضيك واحد غريب يجي رب ولاد رياض؟ لما نبيله تنوي تتجوز ساعتها يبقى في كلام تاني، هيبقى من حقك تاخد انت الولاد عشان تربيهم. ما هي لازم تتجوز، هي هتفضل قاعده كده من غير جواز؟ شوف اقول لها ايه تقول لي ايه. يا سرية، يا سرية، حسام في مرحله دراسه، اكيد اللي انت عايزاه يعمله ده هيأثر على مستقبله. مستقبله؟ مستقبله هي فلوس يا حبيبي. مفيش فايده، هتفضلي فاهمه ان فلوسك هي كل حاجه. لا بقى، تكمل تعليمه اهم من فلوسك. يا سلام، وهو لما يكمل تعليمه هيعرف يفتح بيت ولا هيعيش العيشه اللي انا معيشها له؟ حسام مش عايز فلوسك وعايز يكمل تعليمه، وانا مش هسمح لك تضيع مستقبله زي ما عملت في رياض قبل كده. انت سامعه؟ يعني انت بتفكر تختار بين الوضعين اللي عرضتهم عليك؟ انا مش عاوز الا مستقبلي، بس المصيبه بقى انها حاطاه في كفه قدام جوازي من نبيله. انا مش فاهمه احنا في انهي زمن بالظبط، ازاي ده يحصل في نفس الزمن اللي الناس بقت تتجوز فيه بالانترنت، ومامتك لسه بتقول لابنها يا تتجوز ارمله اخوك اللي اكبر منك يا حرمك من تعليمك ومن حقوقك الماديه ومن كل حاجه. بصراحه انا مش قادره استوعب. امال انا اعمل ايه؟ تقول لا، ولا بحلو صوتك، انت من حقك عليها انها تصرف على تعليمك، دي مش منحه، خاصة يعني انها انسانة مقتدرة ومش محتاجة لمساعدتك في حاجة. يا سلوى، يا سلوى، انت ما تعرفيش امي، امي عنيدة لاقصى درجة، وعمرها ما هيجي في دماغها الاعتبارات اللي انت بتتكلمي عليها دي. يعني ايه؟ انت بتفكر توافق على طلبها؟ مش عارف، مش عارف حتى افكر، حاسس ان عقلي اتشل، ما بقتش قادر اخد قرار. انا مش قادره اصدق ولا استوعب انك حاطط نفسك في الوضع السخيف ده. طب ايه البديل يا سلوى؟ ايه البديل؟ البديل زي ما قلت لك، ترفض، ترفض بالكلام وبالفعل. بالكلام وبالفعل ايه بس؟ مش عايزين كلام شعارات بقى. يعني ترفض بوضوح اللي مامتك طلبته، وتحاول تعمل حاجه عشان تحل بيها مشكله تعليمك. خلاص دي هانت، انت ما فاضلكش غير سنه. مش فاهم، مش فاهم تقصدي ايه. اشتغل، اصرف على تعليمك، ما فيهاش حاجة لما تتنازل عن العربية والموبايل والمصاريف الجامدة دي. عيش حياة المكافحين سنة واحدة من حياتك، غيرك بيقعدوا طول حياتهم يكافحوا بس في الآخر بيبنوا لنفسهم مستقبل من جهدهم وتعبهم. أيوة بس أنا مصاريف كليتي مكلفة جدا يا سلوى. معلش بس مامتك لما تلاقيك وقفت على رجلك وبتحاول تحقق أهدافك أكيد هتيأس من طلبها ده، ويمكن أوي تحاول تساعدك. أمي لا يمكن هتتراجع عن كلمة قالتها، وبعدين أنا كمان ما أقدرش أنزل بمستوايا مرة واحدة كده. يا سلوى أمي نجحت إنها تحاصرني وتكتفني. أنت حر بقى، بس قبل ما أمشي عايزة أقول لك رأيي فيك. أنت إنسان نافع ومادي، وأنا اتصدمت فيك.
خير يا حسام. مساء النور يا امي، اتفضلي. ازيك يا حبيبي؟ فاطمه قالت لي انك عاوزني ومستنيني. ايوه فعلا، انا كنت عاوز اتكلم مع حضرتك كده، بس يا ريت بهدوء ومن غير نرفزه ولا عصبيه. حاضر يا سيدي، اديني هقعد اسمعك من غير نرفزه ومن غير عصبيه اهو. ها، مش انت يا امي تحبي ابنك دايما يبقى مبسوط كده ومستريح؟ خش في الموضوع من غير لف ولا دوران يا حسام. يا امي انت عارفه سعادتي في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. ما تكمل زي ما انت عاوز وابني براحتك يا سيدي. يا امي ما هو اللي انت بتطلبيه مني ده مستحيل. انت كده بتحطيني في خانه اليك. يعني يا اما اعمل المستحيل اللي انت عايزاه، يا اما اضحي باملي في الحياه في ان انا اكمل تعليمي وابني مستقبلي. اللي هيخليك تكمل تعليمك فلوسي، اللي هيبني لك مستقبلك فلوسي، اللي هيسفرك بره عشان تاخد الشهاده الكبيره العاليه فلوسي، واللي هيخليك تتجوز وتفتح بيت برضه فلوسي. يعني مش هتتعب في اي حاجه، جاي لك كل ده على طبق من ذهب. وكمان بتتامر، انت لازم تحمد ربنا وتبوس ايدك وش وظهر على النعمه اللي بقيت فيها. نعمه؟ نعمه ايه؟ نعمة ان انا ابقى مجرد قطعة شطرنج بتحركيها في المكان اللي انت عاوزاه؟ نعمة ان انا ابقى مجرد ريشة بتنفخيها وتطيريها في المكان اللي انت عايزاه؟ نعمة ان انا لا ليا لا حول ولا قوة ولا ارادة ولا اختيار في اي حاجة في حياتي؟ ليه؟ انت اللي بترسمي وانت اللي بتخططي وانت برضو اللي بتنفذي، وانا ايه؟ انا ماليش اي لازمة؟ ماليش اي اختيار؟ ماليش اي وجود في الحياة؟ ليه يا امي؟ خلصت كلامك؟ انا ما عنديش وقت للكلام ده. اذا كنت فكرت في اللي انا قلت لك عليه قول لي فكرت في ايه. ما فكرتش ما توجعش دماغي. انا غير اللي في دماغي مش هنفذ، وانت عارف كده كويس. يعني خلص وقصر. انت ليه بتعملي معايا كده؟ ليه بتحطميني وبتضيقي الدنيا في عينيا؟ ليه بتقسي عليا؟ ده انا ابنك. بس 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 ما تكبرهاش قوي كده. انا مش شايفه ان نبيله يعني وحشه قوي للدرجات دي. يا ستي نبيله جزمتها فوق دماغي، لكن انا ما انفعلهاش ولا هي تنفعلي. ليه يا فالح؟ ليه؟ لمليون سبب. اولا لفرق السن، ثانيا لفرق التعليم، ثالثا وده الاهم ان انا مش قادر اشوفها غير انها مرات اخويا الله يرحمه. زي متصوره ان انا ممكن احل محله؟ ازاي متخيله ان انا ممكن يجي لي قلب اعاشر مرات اخويا كزوجه ليا؟ ويا ريتها مراته وبس. دي حب عمره، حب عمره اللي ياما حلم سنين انه يملكه، ولما امتلكه ملحقش يا حبيبي يتهنى بيه. الورث في اي حاجه الا ممتلكات القلب. وفيها ايه؟ طول عمر الفلاحين والصعايدة عايشين على كده. أنا مش فلاح ولا صعيدي، أنا راجل متعلم تعليم أجنبي. مالهم الصعايدة ومالهم الفلاحين؟ ما احنا منهم. هو أنت نزلت من بطني بتتكلم إنجليزي؟ يا ست الصعايدة والفلاحين دول أجدع ناس وعلى راسي من فوق، لكن أنا بني آدم متفتح، ليا طموحات مالهاش حدود. بصي، إذا كان على أولاد رياض في عينيا الاتنين، بس من غير جواز ولا عقود عشان خاطري. أعتبر الموضوع منتهي. يعني أنت؟ يعني رفضت طلبي؟ مالكش حاجة عندي. مفاتيح العربية والموبايل تحطهم على ترابيزة السفرة بره، وتروح تسحب أوراقك كلها من الجامعة، فاهم؟ اتقي الله في اللي بتعمليه. اللي يشوف كده يقول أنا بعمل حاجة حرام أو عيب. لا حرام ولا عيب، لكن ده غلط. غلط تلعبي بمستقبل ابنك وبوليه مكسوره الجناح قلبها محروق على جوزها حبيبها. وانا قلبي مش محروق على ابني اللي راح مني شاب زي الورد؟ ولا اولاده اللي لحم حمر ما يعرفوش ربهم؟ مش من حقي اطمئن عليهم قبل ما اجري لحاجه ولا اموت؟ بعد الشر عليكي، انت ممكن تطمئني عليهم بطريقه تانيه، لكن مش بالشكل ده. الطريقة يا شملولة قولي لي عليه. يعني ممكن تحط لهم فلوس في البنك، تكتبي لهم حاجة باسمهم، حاجة زي كده، لكن ما تجوزيش أمهم لعمهم. ما هو ده هيحصل، هيحصل، لكن الفلوس لوحدها مش كفاية. العيال عايزين أب يربيهم، وهي عايزة راجل لازم يكون مننا عشان ما تروحش الراجل غريب. إيه ده؟
استر يا رب. في ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا ماما؟ مين اللي رزع الباب كده؟ حسام خرج. خرج؟ قافل الموبايل. استر يا رب. ممكن افهم ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البيه بيضغط عليا. بيضغط عليكي في ايه؟ ابدا، خناقه بسيطه كده يعني. ايوه، بسبب ايه يعني؟ انت اتحقق معانا. اجري يا فاطمه، تيل العبايه، خلينا اروح له. تروح لمين؟ هروح ليوسف، اكيد راح له. انا رجلي على رجلك، مش هسيبك تعملي معاهم زي ما عملت المره اللي فاتت. يوسف. ها؟ ما تعرفش سلوى مالها؟ مالها في ايه؟ ما بقتش طبيعيه خالص اليومين دول، لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتهزر ولا بتضحك، وملهاش نفس الاكل خالص. غريبه. انت قلت لها حاجه عن طلب الضم؟ لا. مين هيجي لنا دلوقتي؟ انا اللي هفتح. حسين فضل. لا مؤاخذه يا استاذ يوسف. ايه في ايه؟ حد من الولاد جرى له حاجه؟ لا ابدا، بس اصل الست سرية قاعده في العربيه تحت وبعتتني عشان اسال حضرتك. يعني هو سي حسام عندك؟ حسام؟ لا ما جاش. ليه؟ ابدا، خلاص ما فيش حاجه. استني هنا. ايه اللي خلاص ما فيش حاجه؟ ماله حسام؟ ما تتكلمي. اصل هو اتخانق مع الست سرية وخرج على طول، واحنا مش طايلينه وقفل الموبايل. زي الكلام ده؟ طب استنى انا هغير هدومه واجي معاكي. هتنزل تروح فين؟ اشوف حسام جراله ايه. هتدور عليه في الشوارع؟ ما تتصل بيه بالتليفون الاول. المؤاخذة يا ندى. لا معلش، ان شاء الله ربنا يطمنكم عليه. اتفضلي ارتاحي. ربنا يريح قلبك. موبايل مقفول. طب خليك انت يا استاذ يوسف، واحنا لو عرفنا اي حاجه انا حاجه اطمنك. انا عندي فكره. طيب ما تتصل بمنال وتاخد نمر صحابه، يمكن تلاقيه عند واحد منهم. ما عرفتيش ايه سبب الخلاف؟ ولا حد رضي يقول لي اي حاجه. حاجه غريبه قوي، ده حسام عمره ما عملها. معنى كده ان في حاجه كبيره قوي حصلت. اكيد. بصي يا نبيله، انا بقالي كام يوم حاسه بتوتر كده مش مفهوم بين ماما وحسام، بس مش عارفه ليه. ربنا يستر. الو. ايوه يا بابي. نمر تليفونات صحاب حسام؟ طيب حاضر، اشوفهم لك في الاندكس بتاعه. ثانيه واحده. في ايه يا منال؟ بابي عايز نمر تليفونات صحاب حسام. جيب العواقب سليمه يا رب. فينك يا رياض؟ طب يا ابني متشكر. ايه يا بابا؟ مش موجود عند اي حد من اصحابه. يا لهوي، امال يكون راح فين؟ انا نازل معاك يا فاطمه. انا هاجي معاك يا بابا. ادخلي انت على اوضتك. أنا سبق وحذرتك من الضغط عليها سرية. يعني ما جالكش هنا؟ مش ممكن يفكر يجيني، لأنه عارف إنك أنت هتدوري عليه عندي. ولا اتصل بيك وقال لك هو فين؟ هو عيل صغير وتايه. هو اختفى من قدامك عشان تصرفاتك معاه. أنت بتحملني المسؤولية حتى في الظروف اللي أنا فيها دي؟ ست لا بحملك مسؤولية ولا حاجة. روحي أنت. هو لما أعصابه هتهدى هيرجع لك البيت. ماشي يا سي يوسف. يلا يا ست فاطمة. فوتك بعافية يا أستاذ يوسف. فاطمة. نعم. ابقي عقليها. الله يا أستاذ يوسف. يلا يا ست هاني. حاضر، أنا جاية أهو أهو.
فينك يا رياض؟ سبتني لوحدي ليه؟ شفت موتك عمل ايه فينا كلنا؟ دمر كل حاجة حلوة في حياتنا، وأنا بقيت تايه مش عارف أرسى على بر، مخي وقف على التفكير. طب أعمل إيه بس يا رب؟ أتصرف إزاي؟ أتجوز مرات أخويا؟ طب إزاي؟ لا 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 يمكن، مش هتجوزها. ألو، أيوة يا بابا. لا أنا كويس، مفيش حاجة مفيش حاجة. بابا أنا متصل عشان أبلغك قراري. أنا هنزل الورشة من بكرة وهستغنى عن كل حاجة. بعد إذنك يا بابا، أنا أدرى واحد بأمي. أمي مادام حطت حاجة في دماغها لا يمكن هترجع نلف دماغها أبدا. معلش سامحني، ده قراري يا بابا. أنا لازم أحسم معاه الموضوع ده النهاردة حالا. ألف بركة، الحمد لله على السلامة يا ساعة البيت. كنت فين؟ كده برضو يا حسام؟ يا جماعة الحمد لله إنه رجع بالسلامة. ما ترد عليا تقول لي كنت فين؟ من فضلك يا أمي أنا عاوزك في كلمتين. أديني تحت أمرك، اتكلم وقول اللي أنت عاوزه. أنا هنزل معاك الشغل بكرة في الورشة. يا لهوي وكليتك، أنت جننت؟ حدش منكم يفتح بقه، ولا حد ليه دعوة فيكم، سامعيني ولا لأ؟ وأنت جبت حاجة من عندك؟ ما هو ده اللي أنا قلته لك قبل ما تنزل. وأنا موافق. اتفضلي. آدي مفاتيح العربية. وآدي الموبايل. ما تفهمونا إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ يا ابني استنى بس، اصبر شوية. أنت هتخلصوا خالص ولا تخشوا أوضكم؟ ده قرارك النهائي؟ ايوه ماشي. من 8 الصبح تكون سابقني على الورشه، سامعني؟ اتفهمنا يا ابني في ايه؟ مهما كانت حجم الخلافات والمشاكل ما ينفعش ابدا تعمل كده. محدش منكم له دعوه، محدش فاهم حاجه خالص. بقى اسمعي بقى، اللي انت بتعمليه ده مش هتجني من وراه الا الندم، هتضيعي مستقبل ابنك اللي فاضلك. بس يا وليه خايبه، حسام ابننا عارفاه عضمه طري، ما يقدرش يستحمل مرمطة الشغل بتاعي. هو بس دلوقتي عامل فيها 7 البرومبة، لكن ديتها شهر ولا 2 هيجي يقول حقي برقبتي. واتجوزيه الست نبيلة مش كده؟ وانا مش هرتاح لما يتجوز نبيلة. وبعدها معاك يا بنت الحاجة ابو الفضل. انا لازم اريح رياض في تربته. طب وحسام؟ حسام تتعبيه ليه بس؟ بالعكس، بكرة يشكرني. بس يعدي كم شهر وتقرب الدراسة وهيرجع في كلامه على طول. يعني ايه؟ هو انا لعبة ولا شخشيخة في ايدهم؟ بيشوفوا مين هياخدني يلعب بيا شوية. ما تهدي امال يا سلوى يا بنتي، انا يا دوب سددت ان امك تبطل عياط. يا تيتا الموضوع مش هيتحل بالعياط، انا لازم اروح لجده وافهمه مدى الغلط اللي هو بيفكر فيه. يعني ايه عايز يبعدني عن امي؟ تروحي له برجليكي؟ وفيها ايه يا ماما؟ يعني هما هيخطفوني؟ ايه الحكايه؟ مش حكايه خطف يا بنتي، انت كده بتولعيها نار اكتر ما هي ولعه. بالعكس، انا صاحبه الشقه وانا اللي لازم اواجه الموقف بنفسي. استني بس يا سلوى لما يجي يوسف ونشوف رايه ايه. لا يا ماما، ما ينفعش تصدري بابا في موضوع زي ده، انت كده بتحرجيه. بتحرجه ليه يا بنتي؟
مش هو بقى راجلكم؟ ايوه يا تيتا، راجلنا في كل حاجه الا دي. ليه بقى؟ لان اللي حصل ده كله كان بسبب جوازكم، وانت كده بتحمليه حاجه خارجه عن ارادته. هيعمل ايه يا ماما؟ هيطلقك يعني؟ لا طبعا. يبقى خلاص نبعده عن المشكله دي عشان ما نبقاش بنحمله فوق طاقته. انا طاقتي تتحمل كتير يا سلوى. بابا انا جيت امتى؟ من ساعة ما سلوى حبت تبعدني عن الموضوع. لا يا بابا انا مش قصدي. انا فاهم قصدك كويس، عايزك تطمني. من بكرة الصبح ان شاء الله هاخد احمد ونعمل كل الاجراءات اللازمة قبل ما هم ياخدوا اي خطوة. يعني تفتكر ان ممكن هيبقى في حل؟ مؤكد ان شاء الله. يا بابا انا ما اقدرش ابعد عنك ابدا. ولا انا اقدر ابعد عنك يا حبيبتي، عايزك تطمني. في ايدي موضوع كده خلصه وافضلك، ما تخافيش. كل يوم تصحيني من النجمه عشان انزل الورشه واروح المعرض، وانا عمري ما تعودت على كده. وكتير قوي تبعتني دمياط علشان احمل بضاعه من هناك وشيل وحط. انا خلاص يا بابا تعبت. ايه دي سرية؟ مفيش فايده، مش هتتغير ابدا. كل ما يزيد صبرك عليها كل ما تزيد في عنادها. عناد؟ واي عناد يا بابا؟ ومعاملة سيئة دي بتعملني كأني شغال عندها، والمصروف اللي بتديهوني بيكفيني بالعافية. واديني بقالي شهر ونص على الحال ده، مش راضي اكلمها ولا فتحها في اي حاجة زي ما حضرتك قلتلي يمكن تهدى وتنسى. لكن للأسف يا بابا مفيش فايدة، مصممة على موقفها يمكن اكتر من الاول. والدراسة خلاص هتبدأ، أنا ما بقتش عارف أعمل إيه. أنا خلاص تعبت وغلبت معاها لدرجة إن أنا فكرت إن أنا أسيب لها البيت والشغل والدنيا وأهج وأطفش. بس أروح فين؟ وأعيش منين؟ وأنا عارف طبعًا إن ظروف بيتك ما تسمحش إن أنا أجي أعيش مع حضرتك. والله يا ابني أنا ما أنا عارف أقول لك إيه. ظروفي انت عارفها كويس. ما تكملش يا بابا، ما تكملش. انا عارف البير وغطاه، انا محتاج منك حكمتك وعقلك. يمكن لو كنت اتربيت معاك وتعودت على القرش المحدود كنت اتغيرت وقدرت اتحمل ويبقى عضمي ناشف. لكن للاسف يا بابا الفلوس الكتير قوي اللي انا اتعودت عليها دي خلتني ضعيف، خلتني بدارة من عيون كل الناس وانا بلبس الشغل ده. لكن عارف يا بابا انا عمري ما اتدارى منك حتى لو كنت لابس مقطع. مش عشان انت ابويا اللي انا بحبه وبحترمه بس، لا، عشان انت بتعاملني كاني بني ادم ليا روح وعقل وقلب. بس انت اتغيرت يا حسام، نظرتك للامور اتغيرت، بقت اعمق من الاول. عشان كده أنا معاك في أي قرار هتاخده، اللي تشوفه ريحك اعمله وأنا معاك. أنا دلوقتي بقيت مطمئن عليك. مساء الخير يا حلوة يا مجنني. أهلا يا منال، تعالي اتفضلي. ايه يا عم مالك كده منطوي على نفسك واخد جنب على طول؟ مالكش يعني اخت حلوه وزي القمر تسال عليها ولا ايه؟ معلش انا اسف والله غصب عني يا منال، ما انت عارفه طول النهار بلف على رجلي في الشغل من الصبح لحد بالليل حسب اوامر الست الوالده. والله انت اللي جبته لنفسك. انا؟ ايوه. فيها ايه يعني ما تنفذ لها اللي هي عايزاه بدل ما تخسر مستقبلك وتبهدل نفسك بالشكل ده؟ بقى ده حسام الواد النايس الكول الروش البنات كلها بتتهبل عليه. يا حسام ده انت بقيت مجرد عامل في ورشه ومعرض موبيلي. خلاص انسى بقى طالب تجاره انجلش والعربيات والسفر ليوروب والموبايلات وكل الحاجات الحلوه دي. انا ما يهمنيش من ده كله غير دراستي ومستقبلي. وهي دي غلطتك عشان تبقى فاهم. انت ضحيت بكل اللي انت عايزه مره واحده كده. انت عارفه هي عايزاني اعمل ايه؟ ايه اللي عماله تتكلمي وبتلوميني؟ عارف تتجوز نبيل. ما تتجوزها يا اخي، فيها ايه؟ هو ده رايك وراي اي حد عنده عقل؟ يا حسام انا عايز افهم انت هتخسر ايه؟ دي مجرد حته ورقه هتتكتب.
ماما كل اللي عايزاه انها تربطها بينا وبالبيت عشان ما تاخدش العيال وتهج يا اخي. طيب افرضي انا وافقت، هي ذنبها ايه ترتبط بشخص مش هيحبها ومش هيديها حقوقها، وهي ممكن تلاقي اللي يسعدها ويحن عليها ويحبها؟ لا من ناحيه دي اطمن خالص، نبيله حلفه مليون يمين ما تدخل اي راجل في حياتها بعد ابي رياض، يعني عمرها ما هتتجوز عشان تبقى عارف. طب ما انت اللي بتقولي اهو، يبقى هتوافقي عليا انا اساسا ازاي؟ لا انت جوازتك منها تفرق، معروف انها حمايه ليها ولولادها، مش جوازه عاديه يعني. هو انتوا كلمتوها في الموضوع؟ لا طبعا، اذا كان ماما بطلت تكلمك انت نفسك في الموضوع من ساعه ما قفلت ورفضت ونزلت اشتغلت، يبقى هتفتحها هي ازاي بقى ان شاء الله. حسام انا كل ده ساكته ومش راضيه اتدخل، لكن خلاص الدراسه فاضل عليها ايام يا ابني، انت كل اللي فاضل لك سنه واحده، خدها وبعدين اعمل اللي انت عايزه. ازاي اخدها ازاي اذا كانت ماما راهنة دخولي الكليه اساسا على جوازتي من نبيله؟ اختي ما هو ده اللي بقوله يا حسام، اتجوزها، اكتب الكتاب بس، خد السنه دي وبعدين اعمل اللي انت عايزه، حلها حلال يا اخي، خليك مرن شويه يا حسام، ماشي امورك بقى. اللي في ايدك ده، خد الصالون ده وديه المعرض وتستنى هناك، تستنى الموبيل اللي جاي من دمياط. حاضر حاضر يا امي. امي في ايه؟ انا كنت عاوز اتكلم مع حضرتك في الموضوع. بخصوص ايه؟ اذا كانت حاجه بخصوص الشغل مش هتعمل غير اللي قلت لك عليه. لا مش بخصوص الشغل. امال بخصوص ايه؟ بخصوص بخصوص جوازي من نبيلة. انت بتقول ايه؟ انا موافق، موافق ان انا اتجوز نبيلة. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ اذا كنت عايز تكتب الكتاب دلوقتي حالا انا تحت امرك. اهو ده الكلام ينصر دينك. ايه اللي انت بتقوله ده احسن؟ ده قرار يا بابا، مفيش بديل. لا في بديل، انا اروح اتكلم معاها. لا ارجوك يا بابا، تدخلك هيعقد الامور اكتر، وحضرتك عارف انها عندها حساسيه لو لجأنا لك، وكله هيجي فوق دماغ انا. ارجوك بلاش. بلاش ازاي يا ابني؟ بقى تعمل فيك كده واقف اتفرج عليك؟ ارجوك يا بابا، ده قراري، سامحني. خلاص فات الوقت، زمانة دلوقتي مع نبيله بتتفق معاها على كل حاجه. استغفر الله العظيم، غلطة عمري اللي ما ينفعش معاها ندم اني ارتبطت بالست دي. ناوي العيال يا نبيلة؟ اه الحمد لله منورانا والله يا ماما. ده نورك يا حبيبتي، والله انت عندي زي منال بنتي بالظبط. ربنا يخليكي لينا يا ماما، انت كمان غلاوتك من غلاوة امي بالظبط. طب واللي تحب امها مش الاصول تسمع كلامها؟ ليه يا ماما؟ انا عمري خالفت حضرتك في حاجه. لا يا دناي انا ما قلتش كده، بس الاصول تسمع كلامها عشان في مصلحتك. وامريني يا ماما انا تحت امرك. انت شابه وصغيره وحلوه وفيك الطمع، واجب عليا احميكي. من ايه؟ من طمع الناس والشياطين اللي ممكن يلعبوا بيك وانت مش دريانه. انا مش فاهمه اي حاجه يا ماما. تعالي تعالي يا حبيبتي جنبي هنا، تعالي جنب امك هنا، تعالي. الست الصغيره اللي زيك خصوصا تكون حلوه مش ممكن تقعد من غير راجل، لازم تدور لها على راجل عشان خاطر يحميها. راجل؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ماما؟ انا اتجوز راجل بعد رياض؟ ده انا الموت عندي اهون. اسمعي بس، ما هو كمان مش اي راجل. جرى ايه يا ماما؟ انت جايه تجسي نبضي ولا ايه؟ طمني، انا عمري ما هكون للراجل بعد رياض ابدا. لا يا عبيطه، اجس نبضك ده ايه؟ انا جاي اقول لك بس ان لازم يبقى ليكي راجل عشان يخلي باله منك ومن عيالك ويكون في حنيه رياض بالظبط. انا مش فاهمه اي حاجه ومش مصدقه اللي انت بتقوليه ده. ماما هو احنا حملنا تقل عليكي ولا حاجه عشان كده بتفكري تجوزيني عشان تقللي الحمل عنك؟ قولي لي بصراحه. صراحة ايه بس يا بنتي؟ اذا كنت انت ولا اولادك لما شالتكوش الارض شيلك راسي من فوق. واللي بقولك عليه ده زيه زي رياض بالظبط، يعني مفيش فرق بينهم. وده يبقى مين ده؟